الحمد لله، السلام عليكم. لجلب الرزق إن شاء الله أسهل طريقة إن شاء الله لجلب الرزق وبدون تعب، ويرزقك الله من حيث لا تحتسب. يرزقك الله من حيث لا تحتسب، ويأتيك الرزق والمال وتجد عمل، وإذا كانت عليك عروق ستزل بإذن الله، ويبدأ الرزق يدخل عليك. ولكن يجب الاستمرار يوميا. المشكل بعض الناس لا يستمرون على الورد، يجب أن تستمر عليه يوميا 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 حتى تبدأ يتفاعل معك وتبدأ ترى النتائج إن شاء الله. الاستغفار 1000 مرة وراء كل صلاة، 1000 مرة وراء كل صلاة مفروضة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، 1000 مرة وراء كل صلاة مفروضة. سترون هذه القصة، نصحته بالاستغفار فداومت عليه فرزقه الله سبحانه وتعالى. يجب الاستمرار على الاستغفار 5000 يوميا، يرزقك الله من حيث لا تحتسب، ويتفاعل معك إن شاء الله الاستغفار بسرعة لجلب المال والرزق إن شاء الله. هذا كل شيء، أتمنى لكم الخير وإلى اللقاء.